السلام عليكم، عبد الرحمن علي معاكم. هنكمل حلقات سلسلة الضرائب الدولية، وهنبص على المادة الثامنة اللي في نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالاتفاقيات الدولية. دي الموديل تاكس كونفنشن الـ OECD فيرجن لسنة 2017. المادة الثامنة بتتكلم عن الـ International Shipping and Air Transport، وهو الشحن والنقل الدولي بشكل عام وبشكل بسيط. طبعا تناول فكرة الانترناشنال شيبينج دي هنبتدي نبص عليها، ولكن لازم نبص الأول على الليرنينج اوبجكتيفز اللي احنا دايما هنعدي عليها. ده الهدف من الفيديو ده. هنبص على الفكرة بشكل عام ونفهم يعني ايه انترناشنال ترافيك. طبعا هنبقى محتاجين نفهم مين اللي ليه الرايت تو تاكس كالعادة، من عادة الاتفاقيات الدولية ان احنا نفهم مين اللي هيبقى ليه حق الخضوع، وكمان لو في اوبشن لاكزامبل اوف يوز هنبص عليها مع بعض. المادة الثامنة بتتكلم عن تو باراجرافس بس، في نصين هي الرئيسيين بالنسبة لهم اللي بنبص عليهم، وده اللي احنا هنبص عليه مع بعض. طيب هنبتدي نفهم فيها الانترناشنال ترافيك، ودي اهم حاجة، ولازم نبقى عارفين ان المادة دي من المواد اللي انت محتاج تقرا الكومنتري بتاعتها. طبعا زي اي ارتكل في النموذج بشكل عام لازم تقرا الكومنتري، وانا حكيت على فكرة الكومنتري دايما في الاول، ولكن تاني بوضح ان الكومنتري مهم جدا لفهم النص العام، وكمان الكومنتري تقدر تلاقيه فري اوف تشارج على موقع الـ OECD ويب سايت، تقدر تجيب منه الكومنتريز بشكل ستريت فورورد فري اوف تشارج. واحنا بنبتدي مع بعض في الماده دي لازم نبقى واخدين بالنا هو يقصد بايه انترناشونال ترافيك. الانترناشونال ترافيك هو يقصد بيه اي وسيله للنقل باستخدام شيب، يعني سفينه او ايركرافت طياره، ولكن هو هنا يقصد ان في شويه اكسبشنز. بيقول لك ان لو حصل ان على سبيل المثال بعض الاوقات في بعض الدول ان السفن او الطائرات بتستخدم في الاستخدامات المحليه، يعني ممكن تنقلك من مدينه لاخرى داخل نفس الدوله او باستخدام السفينه او باستخدام الطائره. لذلك الماده هنا بتتكلم عن كروس بوردر انترناشنال ترافيك، يعني لازم يكون حصل الايتم ده بدأ يحدث او الايفنت تريجر بدأ يحدث ما بين دولتين مش داخل نفس الدولة، لان طبعا لو داخل نفس الدولة مش هنلجأ للاتفاقية الضريبية الدولية اللي ما بين الدول، ولكن طبعا هنلجأ للقوانين المحلية الخاصة بتنظيم العمل في هذه الاثناء. ده كان الاكسبشن، وطبعا الاكسبشن ميك سنس، لكن لازم طبعا نبقى واخدينه في الاعتبار. لما نبتدي نبص على الباراجراف الاولاني من الماده الثامنه اللي بيتكلم عن فكره الرايت تو تاكس. طبعا كعاده اي ماده بنبص على الرايت تو تاكس ميثودولوجي او فكره مين اللي حق خضوع الضريبه لهذه الارباح، فهنبتدي هنا نلاقي ان هو بيقول ان الارباح اللي ممكن تنشأ من هذه الاعمال طبعا هتكون خاصه بالاوبريشن للشيبس اور ايركرافت في انترناشونال ترافيك، هتبقى ايه؟ taxable only in that state. ده معناه ان هو راح هنا الحاجة، لما هنيجي نبص على الكومنتري هتلاقيه بيتكلم عن حاجة اسمها الـ place of effective management. الـ place of effective management، وانا حاطط هنا اختصاره الـ POEM، وهو فكرة ان وجود الهيكل المؤسسي اللي بيقود القرارات الكبيرة وان هو اللي بيوجه الاستراتيجية الخاصة بالشركة، هو ده المكان اللي يعتبر ان الشركة دي او المنشأة دي موجودة في كريزيدنت. فكرة الريزيدنت احنا اتكلمنا عنها في المادة الرابعة، وكنا بنوضح فكرة الريزيدنسي. من غير ما يكون في ريزيدنسي مفيش تاكس، لذلك لازم يكون في ريزيدنسي واضح جدا ومتحدد علشان تقدر تابلاي التاكسز. هو هنا بكل بساطة قال لك ان place of effective management، المكان اللي هيبقى فيه اتخاذ القرارات موجود، هو ده المكان او هو دي الدولة اللي هيبقى ليها حق ان هي تعمل ايه؟ تخضع الارباح دي للضريبة. طيب في نفس الكومنتريز علشان كان في شوية تضارب كده، خلي بالك ان place of effective management ده concept كان موجود زمان، ولكن بدأوا يغيروه بحاجة اسمها mutual agreement procedure. ده موجود في الارتكل رقم 4 واتكلمنا عنه، لكن هنا اهم حاجه لازم نبقى واخدينها من بالنا منها
هو لما بيقول place of effective management هو يقصد بيه انك محتاج تعمل residency test، لازم تشوف الشركة دي هي resident في انهي دولة، فلازم تكون ال residency state هي اللي ليها الحق في اخضاع الارباح دي للضريبة. لذلك فكرة residency مهمة جدا، وده ارتكل 4 طبعا بيتداخل مع ارتكل 8 كعادة الاتفاقية، دايما في تداخل ما بينهم، والتداخل دايما علشان التوضيح وليس علشان التعقيد، لذلك لازم تبقى ملم بالحلقات، ولو كنت شفت حلقة المادة الرابعة لازم تلحق تشوفها علشان تفهمك يعني ايه residency ومين الريزيدنت وامتى يبقى ريزيدنت كمان في كل دولة على حدة. الكومنتريز الخاصة بارتكل 8 كان فيها تفاصيل كتير، اتكلم عن حاجات كتير، احنا مش هنتكلم عن كل الانجلز او كل النواحي اللي اتكلمت عنها، ولكن هنركز بس ان هو حب يقولك ان دايما المنشآت بالشكل دي بتشتغل ما بين الدول وبعضها كروس بوردر، لذلك لازم تاخد بالك كويس قوي هو ايه نوعية الاعمال اللي بتحصل. ممكن في بعض الأوقات إن الـ Place of Effective Management يبقى على السفينة أو على الطيارة، في تفاصيل كتير مش هنخش فيها كلها، ولكن أنا بوصيكم إن إحنا نقرأ الكومنتري، واللي عنده مشكلة طبعا يا ريت يرجع يكتب لي في الكومنتس لو في أي سؤال أو حاجة مش واضحة. أما هنخش مع بعض بقى في الفقرة الثانية والأخيرة من المادة الثامنة الخاصة بالـ International Shipping and Air Transport. بدأت تتكلم ان طبيعي الحال ان بعض الاوقات البيزنسز بيعملوا مع بعض كولابريشن او كوبريشن، شكل من اشكال التعاون، ممكن يكون بروتوكول تعاون على سبيل المثال علشان يشتغلوا مع بعض ويقدموا خدمات لبعض، وفي بعض الاوقات بتلاقي شركات بتأجر لشركات وهكذا. فطبعا ده بيبقى فيه ديبيت كبير قوي، الموضوع بيبقى كيس باي كيس، لذلك اللي انا بقوله مش بينطبق بشكل صريح وصارم على كل الحالات، لازم طبعا نبص على كل حاله كيس باي كيس عشان نقدر نعمل لها فول ايفالويشن والاسسمنت الخاص بيها. الكلام اللي انا بقوله دايما بيبقى شروحات بشكل عام، ودي ده فكره الاتفاقيه. الاتفاقيه دايما بتقول للطرفين اللي هو الطرف الاول والطرف الثاني في الاتفاقيه ثنائيه الاطراف ممكن يستخدموا ايه؟ ايه الريكومندد تمبلت؟ ايه الريكومنديشنز؟ ولكن في بعض الأوقات بيسيب لهم مطلق الحرية إن هم يحددوا النصوص اللي هيرجعوا ليها. على سبيل المثال هنا لما بجي نبص على الكومنتري للباراجراف الثاني، اتكلم معاك إن الأجريمنتس اللي بتحصل علشان الكوبريشن ما بين الشركات وبعضها هي اللي بتحط الفورمولا أو المعادلات اللي بتوزع بيها البروفيتس ما بين الشركات وبعضها. لو أنت عامل بول أو عامل جوينت بزنس أوبريشنز، يعني عامل تكتل، فالتكتل ده كل عضو فيه على سبيل المثال بيبقى ليه بورشن معين حسب الدور بتاعه، حسب تفاصيل كتيرة معقدة بيبتدي إن هم يتفقوا عليها في الأجريمنت اللي قبلها. فبالتالي التاكسيشن بيبقى موجود اكوردنجلي على حسب الاتفاقيه اللي حصلت، طبعا كل ده بيتبص عليه كيس باي كيس. مش بس كده، قال لك ده كمان لما هتيجوا تتفقوا مع بعض يا دول انتوا ليكوا الحق ان انتوا تختاروا بعض النصوص اللي انا بقترحها علشان تقدروا تشوفوا هو مين اللي هيبقى ليه الرايت تو تاكس، وايه الجوينت اوبريشنز او ايه الجوينت بزنس اوبريشنز، او حتى البول اوف سيرفيسز اللي ممكن تبقى خاضعه في الدوله دي او خاضعه في الدوله دي وهكذا. وكل ده لايه؟ لانه هدف الاتفاقيه ان الريفينيو يبقى دايما خاضع للضريبه، بس خاضع للضريبه دايما في مكان واحد علشان ما يحصلش دبل تاكسيشن، وده هدف الاتفاقيه اللي دايما بنذكر بيه ان هو يخلق حاله من تناغم الاحداث وتناغم القوانين ما بين الدول في الانترناشنال انفايرمنت، ولكن without creating اي opportunity for tax evasion او tax avoidance او انك تحمل تهرب يعني للضريبه. ده دايما هدف الاتفاقيه، زي ما بدات بيه الكلام انا دايما لازم اذكر بيه الناس واذكر بيه كل المتابعين لانه خاص بالحديث عن الاتفاقيه، وده هدف الاتفاقيه اللي ما زالوا شغالين عليه. وهنشوف مع بعض بداية من الحلقات اللي جاية هل ممكن يحصل تاكس ايفيجن وايه الكاونتر اتاك او ايه اللي ممكن يحصل من الناحية التانية، وهنتكلم عن الجار ليتر اون وتفاصيلها، وهنشوف حاجات من ده كتير ان شاء الله. احنا مع بعض كده بنختم الحلقة دي، وبالنسبة لنا احنا خلصنا كده المادة رقم 8
بشكل مبسط وسريع. وطبعا الحلقة الجاية هتكون بنتكلم عن المادة التاسعة الـ Associated Enterprises. المادة التاسعة الـ Associated Enterprises بتخص الـ Multinational Companies بشكل كبير، بتتقاطع مع المادة السابعة بشكل كبير جدا وبشكل مفصل، وبتتقاطع بشكل مباشر مع الـ Transfer Pricing Guidelines. Transfer Pricing Guidelines هو جزء كبير جدا هغطينا فيه بعض الأشياء مع تسجيل الفيديو ده او زمن تسجيل الفيديو ده في سلسلة السعر المحايد الترانشر برايسنج، وان شاء الله نكمل ان احنا نغطيه. لذلك اوصيك انك لو مهتم بالترانشر برايسنج او بالاسوشيتد انتربرايزز ليتر اون لازم تتابع سلسلة السعر المحايد، ودي سلسلة بدأنا فيها وان شاء الله مكملين ومتشكرين على الدعم ليكم. كنت معاكم عبد الرحمن علي، واشوفكم في حلقة جديدة. سلام عليكم.